خلينا نروح لموضوع تاني. الدولة المصرية الحقيقي شغالة في هذا التوقيت الحالي على تنفيذ مشروعات تدوير المخلفات عشان تأكد على دورها في مهام الالتزام البيئي، وده بيتحقق من خلال منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للحد من التلوث والانبعاثات الحرارية، ده طبعا بالإضافة لإطلاق تطوير البنية التحتية في منظومة رصد المخلفات الصلبة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء محطات لتجميع المخلفات. تعكف الدولة في الوقت الحالي على تنفيذ مشروعات تدوير المخلفات تأكيداً على دورها نحو مهام الالتزام البيئي، فقد حرصت على تقليل التأثيرات السلبية والانبعاثات الضارة التي يتسبب فيها تراكم المخلفات. وسعت الدولة لتحقيق المشاركة تحت مظلة القيادة السياسية وباعتماد من الحكومة في مشروعات إعادة تدوير النفايات بإجمالي 12 مليار جنيه استثمارات في منظومة المخلفات الجديدة، وذلك فضلاً عن رفع أكثر من 40 مليون طن من المخلفات في جميع المحافظات خلال عامين فقط. شملت منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الحد من التلوث والانبعاثات الحرارية، بالإضافة لإطلاق تطوير البنية التحتية في منظومة رصد المخلفات الصلبة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء محطات لتجميع المخلفات من الأحياء بإجمالي 94 محطة، مع إنشاء خلايا دفن صحي ومصانع لتدوير المخلفات وإنتاج طاقة كهربائية. وتم إنشاء خلايا دفن صحي آمنة على مستوى 27 محافظة تقدر ب 52 خلية، فضلاً عن إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة للوصول منها إلى إنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي محسن يتم استخدامه في استصلاح الأراضي وإنتاج الوقود الذي يحل محل الفحم في صناعات كثيرة مثل صناعة الأسمنت. ومن المقرر إنشاء 63 خطاً سيتم الانتهاء منهم في عام 2023. ومن ناحية أخرى، تم بناء قدرات وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على الاعتبارات البيئية، وذلك عبر إجمالي 20 دورة تدريبية استفاد منها 500 متدرب. كما تم بناء قدرات العاملين ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم تدريب 60 متدرباً في قنا و100 في سوهاج و35 في أسيوط و25 في المنيا. وكان للجامعات المصرية دور هام في دعم مشروعات إعادة تدوير المخلفات، حيث بحثت جامعة الإسكندرية سبل إنشاء معمل بالجامعة لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك بهدف خلق قيمة مضافة وحماية البيئة. وسيكون لهذا المشروع بعد استراتيجي واقتصادي واجتماعي وثقافي، ويعد إنشاء هذا المعمل المتخصص في إعادة التدوير للمخلفات بمثابة إتاحة الفرصة للشباب للإبداع والابتكار في مجال الاستفادة من المواد المحلية من خلال إعادة التدوير.